انطلق في هذه اللحظات الشوط العشرين، والذي يحمل نخبة من المفاريد القعادين. يحمل هذا الشوط 21 اسما، 21 شعارا. نذهب مع مقدمة الشوط. في مقدمة هذا الشوط حامل الرقم 16 مغادر فهد بن راشد بن سلعان، والذي يطمح للمغادرة منذ بداية هذا الشوط. في ثاني المراكز من الجانب الأيمن حامل الرقم 1 القناص سعد بن عبد الهادي بن صرير الهادري، وفي ثالث المراكز الشقب فهد بن سالم بن مسعود، وفي رابع المراكز الشقب عيسى بن سلطان بن سند الهادري، وفي خامس المراكز حامل الرقم 6 ظبيان راشد علي بن نوره. نعود والعود أحمد إلى الصدارة، نعود مع المقدمة، نعود مع حامل الرقم 1، وهو في المرتبة رقم 1 القناص سعد بن عبد الهادي بن صرير الهادري، يقنص الناموس، يقنص الزعفران. ثاني المراكز مغادر فهد بن راشد بن سلعان، يريد أن يغادر بالناموس ويهدي السلامات لمالكه فهد بن راشد بن سلعان. في ثالث المراكز نرى التدخل القوي والسريع من حامل الرقم 17 الشقب عيسى بن سلطان بن سند الهادري. الله 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 الله، تغيرت مجريات هذا الشوط. من كان في الأمام صار في الخلف، ومن صار في الخلف صار في الأمام. وأنا أقول دائما احذروا القادمين من الخلف. حامل الرقم 6، حامل الرقم 6 ظبيان راشد علي بن نوره في مقدمة الشوط. ومن الجانب الأيمن نرى التسلل والتدخل من هذا الشعار المميز. وحامل الرقم 3 الشقب، حامل الرقم 4 شاهين راشد بن حمد بن قعيس. نعود مع ثاني المراكز، ثاني المراكز مع ظبيان راشد بن علي بن نورة، وفي ثالث المراكز حامل الرقم 17 الشقب عيسى بن سلطان بن سند الهادري، ولكن نرى التدخل المفاجئ والسريع من حامل الرقم 20 شاهين عامر بن حسن النعيمي. نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع 300 متر النهائية، نعود مع التنافس، نعود مع القوة، مع الصراع والبقاء للأقوى، البقاء للأقوى. حامل الرقم 6 ظبيان راشد علي بن نورة في مقدمة الشوط. ما شاء الله يا بن نورة، الله 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 الله. في ثاني المراكز شاهين راشد بن حمد بن قعيز، ولكن تهانينا والناموس لمالك، تهانينا والناموس لمالك ظبيان راشد بن علي بن نورة. وفي ثاني المراكز حامل الرقم 4 شاهين راشد بن حمد بن قعيس، وفي ثالث المراكز حامل الرقم 20 شاهين عامر بن حسن النعيمي. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 3 دقائق، 3 دقائق جزئين من الثانية، 3 دقائق ثانيتين 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.